الحاضر يعلم الغايب البنات، واخيرا واخيرا ليدل بدا لكم لا بروموسيون ديال سيدنا رمضان. شوفوا لي البنات جنجلان فيه 250 غرام، 250 غرام داير له اورو 79، اورو 79. اش هذا الرخيه البنات في ليدل؟ شوفوا لي اللوزه البنات، اللوز فيه 250 غرام البنات، 250 غرام كيجي باقي جديد زوين وحلو يا البنات. هذا اللوز هذا ديروا له 3 اورو 49 البنات، 500 غرام 3 اورو 49. ننصحكم يا البنات تاخذوا هذا التمر هذا، والله يا الاخوات الا خديتو شي حاجه واعره كيجي حلو يا البنات، زوين سريع يا البنات. عرفتي ليدل داير لك واحد البروموسيون ديال لابال. شوفوا لي البنات التمر فيه كيلو يا الاخوات، كيلو ديال التمر داير له 3 اورو 99. كندير بها الحرشه، كندير بها بغرير، كندير بها حتى المسمن يا الاخوات. السميده ديال زكيه شي حاجه واعره جابوها لكم في ليدل، كنصحكم بها يا الاخوات. شوفوا ليا فيها 10% اوفير، يعني 5.5 كيلو يا البنات. سارعوا شوفوا لي الاخوات الثمن ديالها غير 6.99 ل 5.5 كيلو يا البنات. اش هذا الرخي البنات في ليدل؟ واخيرا اختي واخيرا الزيت اللي كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله، 5 لتر يا البنات، 5 لتر ديري لها لا بروموسيون في ليدل. سارعوا يا البنات شوفوا لي 5 لتر غتبقى لكم ب 8 اورو 89 البنات، 8 اورو 89 ل 5 لتر. هذه احسن ورقه كنصحكم بها يا البنات، بالنسبه للبسطيله، بالنسبه للبريوات، بالنسبه للسيجار، هذه اختي كتجيبهم لكم مقرمشين البنات، وكتبقى لا مارك ديال ساميه وحلال يا البنات. عرفتي راه حاطينها يا البنات بكونتيتي قليله، الا كنتو انتريسي طيروا يا البنات، طيروا ليدل. شحال يا البنات وانا كنتسنى في هذا البروموسيون ديال رمضان باش ناخذ لي زيبيس الاخوات. شوفوا ليا حاطين لكم البنات الخرقوم، الخرقوم اورو 69. شوف البنات راس الحانوت ها هو، حاطين لكم راس الحانوت البنات فيه 250 غرام دايرين له غير اورو 29 البنات، 250 غرام حاطين لكم الخرقوم. كلشي يا الاخوات باثمنه خياليه، ديما كناخذوا من ليدل يا البنات هذا القرقاح هذا فاش تيديروا له هذا لا بروموسيون، كيجي فيه الدوبل اكس ال يا البنات نص كيلو، وكيكونوا ديما زايدين فيه، دير له اوفر سبيسيال 5 اورو 69. اذا مبرع عليكم من كلشي يا البنات، جايب لكم البقلاوه، شوف البنات جايب لكم كورن غزال، عرفتي راه ما شاء الله الحلويات على الاشكال والانواع البنات. سارعوا ريحه سيدنا رمضان، عرفتي الاخوات عاطيه في ليدل. عشاق الزريعه يا البنات جابها لكم ليدل اختي، شوفوا ليا غير 99 سنتيم البنات، 99 سنتيم. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه. اليوم ثلاث اخواتي اختكم بشرى جات ليدل، هذا ليدل البنات راه ما شاء الله كبير اخواتي، هذا ليدل ديال لوزان البنات، ليدل لوزان كاين حدا لاغبغيل، كاين ليدل البنات وكاين لهيها كاين البنات غون فخي، غون فخي ديال لوزان البنات. عرفتي هذا ليدل ما شاء الله اختي فيه الهميزات مطرطقين كيعجبني، وكبير ما شاء الله الكبير والله سبحانه وتعالى كبير. عرفتي وعلاش البنات جيت اليوم ثلاث اختي؟ ماشي من عويدين نجي نجي اختي يوم ثلاث ليدل، ولكن اختي جيت باش نبارطاجي معكم واحد الهميزه، واحد الهميزه غير خليكم معايا اخواتي. وهذه هي الهميزه اخواتي علاش جات اختكم بشرى اليوم كتجري اخواتي ليدل. واخيرا 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 البنات شوفوا ليا ليدل جاب لكم البنات لاغيفاج ديال سيدنا رمضان. كيجوني بزاف ديال الاسئله كيقول لي اختي بشرى امتى ليدل غيحط لينا، اختي بشرى امتى؟ واخيرا هانتوما الاخوات ليدل البنات هادشي غنصوروا لكم انا اليوم الثلاث باذن الله، انتوما غدا باذن الله انا غنصور دابا الفيديو غنحطو لكم توت سويت، ولكن غدا ان شاء الله في الصباح كلكم البنات 8:30 تكونوا قدام ليدل، كلكم الاخوات 8:30 تكونوا قدام ليدل، لان جايب لكم هميزات واعرين. هاد لاغيفاج غيكون ان شاء الله في ليدلات كلهم غدا ان شاء الله، غدا ميركودي الاخوات. المهم جايب لكم البنات جنجلان، شوف ما شاء الله راه فيه 250 غرام غادي ناخذ منه، والله الا كنت كنتسنى في هاد لا بروموسيون فيه 250 غرام غيبقى لكم الاخوات باورو 79. اللوز اختي اللوز اللوز اللي كلشي اختي كيسول عليه، هانتوما البنات حاطين لكم اللوز اخواتي ما شاء الله كيجي فيه نص كيلو البنات، نص كيلو ديال اللوز. شوفوا لي راه داير له 3 اورو 49، 3 والله اخواتي لا ثمن زوين. كاين بزاف ديال الاخوات اللي حداهم غير ليدل، ما حداهمش بحال دابا حنا حدانا بزاف ديال المكازات، ولكن كاين بزاف الاخوات اللي قريب ليهم غير ليدل. البنات والله اختي لا ثمن زوين، 500 غرام البنات، 500 غرام اللي راه باقي جديد البنات. شوفوا لي لادات ديالو ما تسالي حتى 31 شهر 1 2025 البنات راه دايرين له اوفر سبيسيال 3 اورو 49.
نعطي لكم البنات القرقاح. شوفوا لي عطاوات هذا القرقاح راه زوين زوين وصحي يا البنات. انا ديما كناخذو كيديروا ليه ديما دي بروموسيون فيه نص كيلو يا البنات، نص كيلو عرفتي باقي كلشي ما شاء الله مقاد. انا اول وحده كتقيس هذا لاغيفاج هذا عرفتي يا البنات. شوفوا لي دوبل اكس ال، دوبل اكس ال يعني كيجي ديما فاش كتشوفوا دوبل اكس ال كيكون زايد، ديروا له 5.69 البنات، 5.69. ديما كنقولها لكم القرقاح صحي يا البنات، عطوا له عطوه لوليداتكم. هو راه الشكل ديالو داير بحال المخ، يعني راه زوين البنات المخ الذاكره، حتى بالنسبه للنساء الحوامل ياكلوها الاخوات. شوفوا لي 500 غرام 5.69. حاطه لكم يا الاخوات العطريه، شوفوا البنات حاطه لكم شاصيات ما شاء الله، راه كتجي فيها اختي. شوفوا لي البنات كتجي فيها 250 غرام، بلاش نقول لكم 250 غرام، هاي اختي 250 غرام دير لها 69، 250 غرام البنات. حاطه لكم راس الحانوت هذا اختي الخرقوم، حاطه لكم راس الحانوت البنات، راس الحانوت ديروا له غير 69. زوين البنات وصحي هذا اختي، راه ديريه فين ما درتيه البنات صحي زوين، غير 29 البنات. شوفي لي 250 غرام البنات، 250 غرام. حاطه لكم الخرقوم البنات، ها هو تا هو شاصيه كتجي البنات فيها 250 غرام، ديري لها 69. شوفوا لي الاخوات التمر يا البنات، التمر والله يا البنات الا خديت هذا ديال ليدل خديته البنات فاش كانوا داروا البروموسيون العام اللي فات، هاد لا مارك هادي خديتها والله يا البنات الا زوين، كيجي حلو وزوين. هذا على ما اظن ديال اخواتنا التوانس، صحيك عقلت عليها البنات، هاي شفتوا والله الا خديته كيجي علم زوينات يا البنات. هاد التمر هذا راه فيه كيلو بالتجربه البنات، الا بغيتوا تاخذوه شوف تديروا له 3.99 البنات، 3.99 فيه كيلو. شوف ما شاء الله راه جايبين كونتيتي كثيره يا الاخوات، 3.99. حاطه لكم يا اختي السيترون، السيترون مرقد ها هو اختي لا مارك ديال ساميه ما شاء الله يا البنات. نقول لكم شحال فيه، فيه نص كيلو، راه كتجي فيه 2، 4، 5، 6 هكاك السيترونات مرقدين يعني حامضين اختي مرقد. ديروا له الاخوات شوفي لي 500 غرام، 500 غرام ديروا له 2.99. حاط لكم هذا العدس، هذا هذا العدس هذا اختي، هذا العدس الاحمر زوين يا البنات صحي، هذا اختي فيه نص كيلو، نص كيلو يا البنات العدس الاحمر زوين كيجي البنات. فين ما درتيه في لاسوب، فين ما درتي هذا العدس الاحمر صحي، ديروا له اختي 2.49 فيه نص كيلو يا البنات، 2.49. حاط لكم هذا الميلونج هذا يا الاخوات ديال هذا، فيه النوازيت وفيه الاكاجو وفيه القرقع وفيه كلشي يا البنات، كيجي ميلونج الاخوات. ديروا له اوفر سبيسيال، ديروا له 5.99، 5 أورو يا البنات 99. ديما كنقول لكم دوبل اكس ال يعني راه كتكون فيه الزياده الاخوات، 5.99 حاطين ما شاء الله يا اختي كونتيتي كثيره. البيستاج الاخوات، البيستاج هانتوما هي الاخوات، البيستاج اللي عشاق البيستاج ديما كيسولوني عليه البنات، عافاكم الله يسر عليكم الاخوات. هاد الفيديو هذا بغيتو يتبارطاجا للماكسيموم، الله يرحم لكم الوالدين. عرفتي الاخوات والله العظيم ليدل ديالو زر بعيد عليا بزاف، ولكن قلت والله تنبارطاجي هاد الفيديو دابا ما نخليش الغدا في الصباح. علاش؟ باش تستافدوا البنات، باش اختي غادي تشوفي الفيديو دابا ترونكيلمون، وغدا ان شاء الله ليدل يلقاك في 8:30 يعني غادي تكوني عارفه شنو كاين. عافاك اختي كم كثروا ليا من اللي جيم، والبارطاج البارطاج، واحد الكومونتير زوين كيما عودتوني يا احلى اخوات. والله يا البنات الا فاش كنقرا دوك الكومونتيرات ديالكم اقسم بالله الا كنسى تامر وكنسى كلشي، الله يخليكم عليا يا احلى اخوات والله العظيم الا كنبغيكم بزاف. حاطين هذا البيستاج هذا، قول لي بشرى سربينا سربينا اش حاطين البيستاج، والله يا البنات الا فرحانه بزاف والله باش نبارطاجي معكم هذا البروموسيون، حيت بزاف الاخوات كيسولوني عليها يعني بغيتكم تستافدوا. هذا البيستاج هذا البنات راه كيجي مع الحزوين هذا يا البنات، كنشريه يعني شحال من مره، وهكا فاش كنبغي نصيفط شي ساك للوالده ولا ديما كنشريها البنات. ديروا له 6.95، 6 أورو البنات. ديما دوبل اكس ال راه كتكون فيه الزياده وعلم زوينته، كيجي بنين اختي بنين، خصكم بشره صايمه وكيبان لي هذاك اللوز ملح. اش غنقول لكم اختي، 6.95 البنات فيه نص كيلو. نبارطاجي معكم البنات هاد العسل هذا، هاد الاخوات والله الا شي حاجه زوينه البنات راه كيجي بالشهده ديالو، كيجي البنات بالشهده. هذا اختي عرفتي هذا راه صحي، خصوصا هكا ترطبي بغريرات لوليداتك بهذا ولا بسميتو عرفتي، راه شي حاجه صحيه واخا تخليها اختي. هذا غير للدواء هكا في الصباح تحسي يعني يعني لا غورج ديالك كتحرق كلها، ديري غير معلقه ديال العسل مع شويه ديال السيترون، حيت انا البنات ديما كنديرها عرفتي، دقه بطلب الحق اختي فاش تحسي ماشي تايفوت فيك الفوت. زوينه البنات ديروا له 5.99، ديما كيجيبوه في ليدل وكيطير، كيجي اختي بالشهده ديالو يا البنات، بالشهده ديالو. اخيرا واخيرا البنات شوفوا لي جابوا لكم اختي السميده،
السميده ديال زكيه الاخوات، هذه كنصحكم بها البنات بالنسبه للبغرير. والله هي البنات كنصايب بها بغرير، كنصايب بها الحرشه، كنعجن بها البنات حتى على حسب المسمن. زوينه ديما كناخذها فاش كيجيو البنات اللي ديال كيدير لها لا بروموسيون. شوفوا البنات ها نتوما راه فيها يعني بروميير كاليتي، فيها 5 كيلو زائد 10%، يعني بحال اختي راه 5 كيلو ونص البنات. احسن سميد كتعجبني هي ولا مارك ديال غونغ. الاخوات ما نكذبش عليكم، هي ولا مارك ديال غونغ، ولكن ديما كناخذ هذه فاش كيجيبوها البنات هكا في ليدل، وغادي ناخذها ان شاء الله. ها هي شتي 5 كيلو ونص البنات، حيت كيفاش كتكون هذا 10% البنات، 10% يعني كتكون اوفر اخواتي، يعني نص كيلو فيها غاتوي الاخوات، زائد انها بروموسيون البنات. شوفوا لي الثمن ديالها، دير لها 6.99 ل 5 كيلو 5 كيلو ونص البنات. سارعوا البنات، والله غنحط لكم الفيديو تو تسويت باش تعرفوا اشنو كاين الاخوات في ليدل. حط لكم اختي السكر، السكر البنات سنيده فيها 5 كيلو البنات، كيجيبوا ديما هاد الوقيته هادي كيجيبوا هاد السيكان هادو يا البنات كبار ديال سنيده الاخوات. فيها 5 كيلو، ديري لها اختي 6.49. حط لكم الاخوات هاد الطورتيه هادي ما شاء الله يا البنات، اللي عشاق اختي الشاورما، اللي عشاق البنات هادي راه كدير بها حتى البيتزا، راه كدير فيها بزاف د الحويجات. انا عرفتي اش كندير بها البنات؟ كنديرها حتى كنفرشها بحال هكا، كنديرها في المقله، كندير البنات كندير بعدا الكفته، الكفته كنشحرها هي وشويه ديال البصله البنات ياك، ومن بعد تتشحر كنشد هاد الكاليت هادي وكنديرها من الفوق ياك البنات، ومن بعد كنقلب المقله وكتولي الكاليت لتحت البنات شفتوا، وكندير شويه ديال الفخوماج وكنتني هذيك الكاليت على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنديها ونجيبها في المقلاة. والله البنات الا كتجي زوينه كتجي فنه. قولي يا بشرى راكي صايمه وفيك الجوع وجالسه كتخربقي علينا. والله هي البنات الا كنديرها، وكنديرها حتى بالبيض البنات، كنشد البيض كندير المقلاة وكنشد البنات بحال هكا البيض، كنديرو مقلى البنات ما تكونش تلصق، كندير البيض يعني بحال بيض صايبي اومليت، ومن بعد البنات كندير هكا الكاليت كنحطها الفوق وكنقلب الكاليت الثاني لتحت وكيولي الاومليت الفوق. من بعد تقدري تزيدي الطون، تقدري تزيدي شويه ديال الكاشير، تقدري تزيدي فهمتي شويه ديال الفخوماج، وكتني الكاليت كومسا فهمتي، ومن بعد كتحمريها على الواجهات بجوج وكتقسميها منصه وكتحطها في البلاطو. والله البنات الا غير جربوهم الا كنديرهم انا بعدا كيعجبوني. المهم هذه راه فيها 12 بياسه 30 سنتيمتر الدائره ديالها، ديري لها 6.19 6 أورو البنات 19. وحاطه لكم اختي الزيت، والزيت محبوبات الجماهير، باش اختي تقلي ليا تقلي ليا الشباكيه وباش طيبي ليا الشهيوات في سيدنا رمضان. عرفتي البنات راه قلت لكم انا اول وحده كتقيس هاد البروموسيون، جبت هاد الفيديو هذا حيت ما قديتش، عرفتي راه من قبيل وانا كنضار مع لاصقه البنات مع ما شاء الله بحر حطوا هاد الشيء. شوفوا البنات حاطين هاد الفيديو هذا هي الاخوات فيه 5 يترو، فيه 5 يترو، ديروا له البنات 8.79 8.79، يعني بحال كيتقام لكم البنات الليترو كيتقام عليكم بأورو 77، إلا كنت غالطة كتبوا لي في التعاليق، كيبقى لكم بأورو 77 الخمسة يترو، ديروا له 8.89. جابوا لكم يا البنات اختي، شوفوا لي والله يا البنات إلا من قبيله وأنا كنهضر راها البنات، الشيف ديال ليدل ديال لوزان اللي كنشكرهم من قلبي يا الأخوات، أقسم لكم بالله ما شاء الله واحد الناس الله يعمرها دار، كاع الناس اللي خدامين هنا. سمحوا لي كتشرح لي، قالت لي خاصك تشرحي للأخوات ما عندناش كونتيتي كثيرة من هاد الورقة هادي. بالنسبة للأخوات اللي بغاوها في ليدل هادي غنعطيكم أنا سيغ يعني في الصباح غادي ديال غدا إن شاء الله ما غاديش تبقى. قالت لي قولي للبنات بأن ليدلات كلهم يعني ما جاهمش بزاف ديال هاد الورقة هادي، إلا كنتي أختي أنتيغيسي غدا طاري في الصباح أختي، غدا طاري في الصباح لأن أبخي ما غاديش تلقايها بالنسبة في ليدل، ولكن راه كاينين في بلايص أخرين فهمتوا. أنا كتعجبني يا البنات راه ما نكذبش عليكم، حيت أنا تنتقدى أكثر بزاف البنات من ليدل، كناخذها كندير بها البنات كنبارطاجي معكم البنات، حتى ديك المكونجيليا اللي كناخذها من إيكو ماركت حتى هذيك راه واعره يا البنات واعره. هذه حتى هي كتجي في لي سيجار، كتجي البنات في البسطيله، كتجي في البريوات فهمتوا الاخوات، غير هي كاينين ديفو الناس ما حداهمش ايكو ماركت، خاصك تقربي لهم الحوايج اللي حداهم فهمتوا البنات. هذه حتى هي زوينه كننصحكم بها يا البنات، ديري لها اختي شوفي ليا اورو 31 فيها اختي 10 ديال الوريقات البنات 10، وشوفي اختي الكونتيتي اللي حاطين منها راه ما حاطينش بزاف يا البنات. الا اختي كنتي انتيغيسي وطيري ماشي دابا غدا في الصباح اختي طيري اختي، راه ما شاء الله يا البنات راه حاطين دي بروموسيون ديال الهبل. كتبقى البنات لامارك ديال ساميه، هي شو البنات لامارك ديال ساميه، يعني كتبقى ماركه زوينه وحلال، حلال البنات راه ما فيها حتى شي حاجه.
انتوما يا البنات وشوفوا لي الحلويات ديال ليدل، شوفوا لي اختي البقلاوه، غير اللي ما بغاش يتبرع البنات جايبين لكم اختي الحلويات ديال سيدنا رمضان. عرفتي راه ما شاء الله يا البنات، ها انتوما كورن غزال الاخوات. كنت ديك المره قلت لكم كعبه غزال، جوني بزاف ديال الميساجات قالوا لي لا بشرى راه هذاك ماشي كعبه غزال، راه سميتو كورن غزال. ها انتوما البنات عرفتي راه ما شاء الله يا الاخوات، حاطه لكم اختي ها انتوما الحلويات. رائحه سيدنا رمضان الله يدخلوا عنا بالصحه والراحه يا البنات، والله الا فرحانه ليه. يعني انا ديما كان يعني كنفرح، يعني ماشي يعني لانه واحد الشهر مبارك، شهر التسامح، شهر الغفران، شهر الصلاه، راه ماشي غير البنات كنبارطاجي معكم الماكله، لا الماكله ولكن راه حتى الدين، القيام، يعني كتكون فيه الدعوات مقبوله، اللي بغى شي حاجه يطلبها الله سبحانه وتعالى يقوم الليل في هذا الشهر المبارك، وربي حاشا واش غادي يخيبك اختي. شوف البنات جوج القروض 99، والصيام راه صحي يا البنات، راه صحي والله، راه يعني البنات الصحه دايره بحال واحد الكونجيلاتور، فهمتوا؟ يعني حنا مرة في العام كنخبوا الكونجيلاتور، كتغسليه وديري الكونجيلاتور ماشي الثلاجة، قولي واش راه ثلاجتك ما تغسليها. لا يعني كدي سكونجيلي يعني ما أكثر من مرة، ولكن أنا عطيتكم عام مثال فاش كيقرب الصيف فهمتي الكونجيلاتور بحال هكاك الصحة، يعني كيوصل رمضان يعني ما كتبقيش تاكلي، كتحاولي تعطيها ترتاح، تتحاولي باش كتجدد ثاني المرة أخرى، فهمتوا الأخوات؟ هانتوما البنات ديروا له جوج القروض 99، الحلويات البنات الحلويات ما شاء الله، موديلات غزالين والله البنات إلا كيشهيو. عشقت أختي عمو حد الكويس ديال القهوة ولا حد الكويس ديال أتاي. هانتوما البنات جايبين هاد الحلوة هادي البنات، أنا عمري ما ذقتها ما نكذبش عليكم، هاد الموديل هذا شوفوا الأخوات اللي عارفوا يكتب لينا ميساج إلا كان زوين. هذا أختي كيجيب البيستاج أول مرة كنلقاها البنات، فيه جاني بحال تركي هذا لا الأخوات 360 غرام، فيه هذا البنات كيجيب البيستاج، وكاين هذا شو الأخوات فيه ثلاثة ديال الموديلات، هادو أول مرة كنلقاهم البنات أنا هنايا في ليدل. شفتوا فيهم ثلاثة ديال الموديلات ودير لهم أوفر سبيسيال، اللي جربته عافاك تكتب لي أختي ميساج، اللي الثمن ديالو 2 أورو 49. قال لكم البنات حتى ورق العنب معمر يا الاخوات، ها انتم البنات ورق العنب معمر، ها انتم يا البنات ما شاء الله حاطين كنتي التكتيره ديروا له اورو 89، اورو 89 كيجي معمر بالروز البنات الزريعه يا البنات، من طبيعه الحال اختي ما ننساش لكم الزريعه. ما شاء الله اختي فيها 200 غرام، دير لها اختي 99 سنتيم البنات، الزريعه لعشاق الزريعه يا البنات 99 سنتيم. حاط لكم الزيت البنات، هاد الزيت راه صافي دو سمانه البنات، جوج سيمانات اللي ديري لها لا بخوموسيون من اورو 99 غتبقى لكم باورو 79 الاخوات، اورو 79 في هايترو كتبقى البنات ديال تورنيسول، زيت زوينه البنات اورو 79. انا الاخوات هاد الماطيشه هادي ديال الطاليان كتجي هكا مرصويه البنات، ها هي راه دايرين لها لا بروموسيون، ماطيشه الاخوات كتجي دي مورسو كومسا. شوف البنات راه كنديرها 105 ماشي من 100، كنديرها اورو 25، ديري لها 99 سنتيم البنات، كتبقى ديال الطاليان 99 سنتيم. بزاف ديال الاسئله على الكوزه البنات، الكوزه يا الاخوات بشرى اختي بغينا الكوزه راه غناخذ منها يا البنات، انا جبتها لكم البنات، ها هي هي هادي البنات درت لها 2 أورو 71. الكوزه اللي باغي الكوزه الاخوات هادي راه كتجي محكوكه، يعني بالنسبه اللي لقاها هكا راه كاينه في كون في خيال البنات، كاينه كتجي يعني كتجي صاينه، هادي كتجي محكوكه البنات. الكوزه يا الاخوات راه داير لها 2 أورو 13. حيت كيجوني بزاف ديال الاسئله اختي بشرى بارطاجي معنا الكوزه، ها هي اختي جبتها لك، حطينا البنات حتى هادي راه ديجا بارطاجيته معكم، واعر هذا البنات، هذا اختي راه كيجي ديال القهوه، اللي عشاق القهوه المعطره كتجي فيه القرفه وفيه الكوزه وفيه سكينجبير وفيه القرنفل، كتزيد اختي على القهوه ديالك عرفتي كيعطرها لك، كتجي فيها واحد الريحه واعره يا البنات، واعره كنصحكم بها. كاين اختي حتى القرنفل، هادشي اللي كنوريكم البنات راه كاين في ليدلات كاملين اخواتي. هانتوما البنات حاطين هاد الكاشر هذا حلال الاخوات، هذا راه حلال، شوفوا البنات ديروا له لا بروموسيون، كندير اورو 63 ديري له اورو 58 البنات، كيجيو فيه 6 ديال لي طرونش الاخوات، 6 ديري له غير اورو 58. بالنسبه للاخوات انا كنقول لكم ديما كيعجبني هاد ليدل ديال لوزان، عرفتي راه كبير ما شاء الله، يعني كبير هو الله سبحانه وتعالى، راه كتلقاو فيه حوايج اللي ما بقاوش في ليدلات اخرين، بحال هاد الاسبيراتور هادي روبو اللي كدور غير بوحدها، عرفتي ليدل ديال لابغيل ما بقاتش هنا كتلقيها البنات، 129، الاسبيراتور هادي البنات باش كنأسبيغيو حتى هي ما بقاتش البنات، هنا كتلقيها، الثمن ديالها 79، وراه شوفوا لي البنات العجانات، العجانات ما شاء الله باقيين محاطين كونتيتي كثيرة، وشوفي لي اختي حتى المقلة ديال بغرير، راه كيعجبني يا البنات هاد ليدل
ديال هذا كبير كبير وبحالنا يعني ما كيجوش الناس بزاف، يعني داك الشيء كيبقى فيه البنات فهمتوا. كاينه هذه اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم كتجي زوينه، هذه الاخوات فنه فنه. هذه اختي تقلي فيها الشباكيه، تقلي فيها الفريت، يعني فيها عده استعمالات. ها نتوما البنات كتجي الطنجره تقدري تستعمليها هي الصفايه القلي، تقدري اختي تستعمليها للتبخار، تقدري تبخري فيها، تقدري يعني ها كيجيو هادو لي بياس كلهم. هذه تقدري تستعمليها كبلانشا كمقلاقة، يعني فيها ما شاء الله بزاف ديال لي بياس وكتستعمل بزاف ديال الاستعمالات. راه حطينا ها هي البنات ديري لها كندير 37 اورو غتبقى لكم ب 29 اورو فاصله 99. باقي حاطين حتى هذه ديال الرز، راه كنقولها لكم البنات اختي راه زعما فريمون هاد ليدل ديال لوزان فيه ميزات واعرين يا البنات. الحاجه اللي ما لقيتهاش في بلايص اخرين تلقاوها هنايا. انا خارجه دابا البنات لقيتهم حاطين هاد لي ماسك هادو وهاد الكريمات هادو ديال اليدين، دير لهم غير انو يا البنات انو.